متابعينا ومتابعي موقع البوابة نيوز، ما زلنا معكم من امام مشرحه مستشفى المنصور الدولي، حيث يوجد جثمان الطالبه نيره اشرف ضحيه زميلها اللي قام بطعنها عده طعنات وذبحها امام جامعه المنصور اليوم. طبعا تم نقل الجثمان لمشرحه مستشفى المنصور الدولي، ودلوقتي تم الانتهاء من اجراءات التشويح وتصريح الدفن، ودلوقتي اسرتها قدام الباب منتظرين استلام الجثمان للذهاب به الى محافظه الغربيه وبالاخص مدينه المحله لتشييعه الاسبوع الاخير. طبعا حاله من الحزن الشديد والانهيار بين اسره الطالبه نيره انتظارا لاستلام الجثمان. طبعا الواقعه النهارده كانت واقعه صعبه على كل اهالي مدينه المنصوره ومحافظه الدقهليه واهالي الغربيه مسقط راس الطالبه، بل وجمهوريه مصر العربيه. طالبه رفضت الجواز من طالب زميلها يولع محمد عادل اكتر من مره، طاردها اكتر من مره، عملت له بحضر عدم تعرض كذا مره، لكن في الاخر هددها ونفذ تهديده اليوم ان هو جاب سكينه وراح ورايا راح الامتحان، وقبل بواب التوشكا قام بطعنها عده طعنات وذبحها، وتم القبض عليها من قبل الاهالي. طبعا الحزن الشديد على اسرتها، الكل جه من مدينه المحله للمنصوره لاستلام الجثمان، حزن جديد. استعداد لاستلام جثمان نيرة، والحزن الشديد وبكاء أسرتها، حالة من الحزن الشديد. طبعا والدها والدها كان في النيابه والتحقيقات، اول ظهور لي امام المشرحه حاليا والدها في حاله انهيار والكل بيواسيه. شايفين الام والاخوات والعمام والاب، الكل دي اختها هي في حاله انهيار، الكل في حاله انهيار، امها واختها كل في حاله من الحزن الشديد. ما ينفعش اللي انتوا بتعملوه ده بعد اذنكم. طيب بعد اذنك، ما هي كمان دي ما فيهاش تصوير. بس بعد اذنك تنفذي يا عم، بعد اذنكم تنفذي من بره. تمام. طبعا الموقف هو الناس عشان تشمل
بالحزن الشديد من أسرة طالبة نيرة اللي اتقتلت اليوم على ايد زميل ليها من نفس البلد. طبعا الحزن الشديد على أسرتها. طبعا الأسرة في حالة حزن جديد. حالة من الحزن الشديد أثناء استلام الجثمان. تم الآن استلام جثمان الطالبة نيرة ضحية القتل على يد زميلها من مشرحة الشرفاء الدولي استعدادا للذهاب لتشييع جثمانها في نسواها الأخير بمسقط رأسها في مدينة المحلة وحافظة الغربية. حزن جديد وانهيار من قبل أسرتها. متابعينا متابعي موقع البابا نيوز، كنا معكم من داخل مستشفى المنصورة الدولي من امام المشرحة. حالة من الحزن الشديد انتابت أسرة الطالبة نيرة. شكرا متابعينا متابعي موقع البابا نيوز، كان معكم احمد ابو القاسم ورامي الاناوي. ان شاء الله انتظرونا في بث جديد في احداث اخرى من داخل محافظة الدقهلية.